200 سنة السياحة الثقافية أو الكلاسيكية هي اللي كانت السائدة في مصر، وبالذات كل ما هو محصور في وادي النيل. وبعدين بالتدريج من 30 سنة ابتدت السياحة الساحلية تاخد أرقام ضخمة في مصر، وابتدت السياحة الساحلية أنا بعتبرها سياحة بيئية إيكو توريزم. مع التدرج السريع جدا لأعداد السياح اللي جايين للسواحل بتاعت مصر، حصل نفس الشيء بالنسبة لصحاري مصر الثلاثة. احنا مصر عندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. فابتدت السياحة العالمية دلوقتي تيجي، أنا بعتبرها السياحة البديلة عن الكلاسيكية اللي هي الثقافية، بجانب السياحة اللي هي بيجوا للنيل عشان يروحوا الأقصر وأسوان وأبو سمبل أو يروحوا اسكندرية. ابتدوا يهتموا، المنظومة دلوقتي اللي أنا ملاحظها خلال ال10 سنين الأخيرة، إن السائح لو جه وقطع تذكرة إن هو هيقعد 20 يوم في مصر، فهو بيقضي منهم 5 أيام في السياحة الثقافية، إن هو يزور القاهرة والجيزة، أهرامات الجيزة والسقارة، وبعد كده ياخد طيارة ويروح الأقصر وأسوان وأبو سمبل، كل ده 5 أيام. 15 يوم يقضيهم يا إما على سواحل مصر من أول مرسى علم لحد الغردقة وشرم الشيخ، يا إما بيخش جوه الصحراء اللي هي سياحة عمق الصحراء، اللي هي بيروح فيها للجلف الكبير والعوينات، اللي هي تاريخ المكان اللي تاريخ مصر ابتدى من عنده. وفي كذلك الواحات المصرية اللي هو السيوة. سيوة لأن سيوة تعتبر، أنا بعتقد إن سيوة دي أعظم واحة على وجه الكرة الأرضية، لأنها المكان الوحيد اللي مرتبط بتاريخ الإسكندر الأكبر، اللي فيها أثر قائم اللي هو معبد آمون أو معبد التنبؤات اللي إسكندر جه زاره وتوج ملك على مصر فيها، ثم ابن الإله آمون. زائد إن في آثار تانية في سيوة. وبعدين من سيوة بيروحوا البحرية في وادي المومياوات الذهبية، فهو بيخبط عصفورين بحجر إن هو بيشوف آثار اللي هو وادي المومياوات الذهبية، وكمان بيشوف واحة البحرية اللي هي أعلنت محمية طبيعية في أكتوبر السنة اللي فاتت، لأن اكتشفنا فيها تاني هياكل، تاني أكبر ديناصور في العالم. بعدين بيروح الفرافرة، والفرافرة دي فيها مناظر برضو جميلة جدا، وفيها الحصن بتاع فرافرة. وبعد كده بيروح الداخلة والخارجة. كم الآثار اللي في الداخلة والخارجة كم عظيم جدا، يمكن يصل إلى 30% من الآثار الموجودة على وجه الأرض المصرية اللي هي 1,000,000 كيلو متر مربع. الداخلة والخارجة ناس كتير ما عرفوش إن فيها آثار ما قبل التاريخ، محافظة الوادي الجديد كلها آثار ما قبل التاريخ اللي هو الجلف الكبير والعوينات. وبعدين في الواحتي الداخلة والخارجة في الآثار الفرعونية والآثار القبطية والرومانية والإغريقية والإسلامية، كلها تشكيلة ضخمة جدا من الآثار. فدلوقتي معظم السياح بيجوا بيستمتع بالطبيعة بتاعت الصحراء والخلاء، ويقابل القبائل المصرية والعائلات اللي هي عايشة في المناطق دي من مئات السنين، يشوف المنتجات بتاعتهم ويتفرج على الآثار، وبعد كده بيركب عربيات الدفع الرباعي ويخش جوه الصحراء إلى عمق الصحراء على الحدود مع ليبيا والسودان، ويتفرج على تاريخ مصر الأول اللي هو إنسان العصر الحجري. فإحنا عندنا دلوقتي السياحة البديلة.